انت كيف بتسترجي؟ فايت على بيتي وعم تهددني؟ انا بفرجيك، جهز حالك، خود هي لقلك، رح شلك دقنك من محلها. براتشي يلا ضربي. لا ما بدي، وانا وانت مستحيل نتعاون مع بعض. براتشي منقدر نتخانق بعدين، بس هلا لازم نتعاون. خود هي لقلك. هلا هيك شفت شو صار؟ كله بسببك يا اصلع. تعرف انه هي زعجتني اكثر منك، لهيك هلا فيك تروح فورا وتتعاون معها، لانه هي احسن بكثير من عصابتكم. وقفوا لي المسخره اللي عم تعملوها. وقف، اوعك تقرب منها. اذا اي حدا منكم بيتحرك حركه وحده اكيد رح اقتلها، لهيك بنصحكم تركوا رجالي فورا. عدي. يلا شو قررتوا؟ اترك ديشا. اذا بتحب فيني امسكك الك، وكمان بقدر اقتلك بدالها. طول بالك، طول بالك. رامي. رامبير! رامبير! بجوز ما رح تفهموا إلا إذا عملت هيك كرمال تعرفوا، بس هذا كان تنبيه، وأبداً ماني حابب إني أقتل أي حدا منكم بهذا اليوم المميز لأنه عيد، وإذا بتحاولوا تتزاكوا بأي لحظة ما رح أتردد للحظة وحدة إني أقتلها. رح عد لثلاثة، واحد ورا الثاني بتتركوا موبايلاتكم وبتروحوا على هديك الغرفة، ورجالي رح يقفلوا الغرفة عليكم، ووقتها رح نعمل شغلنا ونمشي من هون. تروك ديشا، حابب اني فهمك على انفراد. ما تخيلتك شرير كل هالقد. بتصدق انه ما دخلني؟ اوقات كتير الظروف بتحكو بعكس ما منتوقع. حتى معلمك ما كان مفكر انك تخونه. العالم اللي مثلك مستحيل يكونوا اوفياء. خلص خلص، بيكفي حكي فاضي. وينك؟ يلا اقتلها. إذا هلأ ما بتقتل البنت ما حدا رح يسكت. اوعك تأذي ديشا. خليك بمحلك. انت بدك توصل بدون البطل؟ النهاية ما بتصير حلوة بدون ما يجي البطل. إجا البطل وصار وقت النهاية. وقف وقف. شو؟ اقتله؟ ديشا مسكي. يلا